السلام عليكم تلاميذي الأعزاء. اليوم إن شاء الله سوف نرى درس جديد ألا وهو إضافية التوترات Additivité des tensions. سبق لنا شفنا آخر مرة درس قانون العقد، تقريبا نفس الشيء غير هنا كنخدمو بالتوترات، وفي قانون العقد كنخدمو بشدة التيار الكهربائي. إذا نبدأ على بركة الله. أولا كبيرة قياس التوتر الكهربائي. احنا سبق لنا شفنا درس التيار الكهربائي والتوتر الكهربائي، ولا بغينا نتذكروا واحد شي شويه غنتفكروا بان التوتر الكهربائي نرمز له بالحرف U. التوتر الكهربائي باش من حرف كنرمزوا ليه بالحرف U. وحدته العالميه هي الفولت. وحدته العالميه ماذا؟ هي الفولت. ولقياس التوتر الكهربائي نستعمل جهاز الفولت متر. وهذا الجهاز ديال الفولت متر سبق لنا شفنا كيف يركب. اذا جهاز الفولت متر هل يركب على التوالي ام يركب على التوازي؟ دائما جهاز الفولت متر يركب على التوازي. اذا تفكرنا رمز التوتر الكهربائي اللي هو U. الوحده العالميه للتوتر الكهربائي هي الفولت. والجهاز الذي نستعمله لقياس التوتر الكهربائي هو جهاز الفولت متر، وهذا الجهاز يركب دائما على التوازي وليس التوالي. اذا هنا اول حاجه عندنا التركيب على التوالي. اذا عندنا داره كهربائيه بسيطه مركبه على التوالي، اي ان عناصرها مركبه على التوالي. اذا كما كتشوفوا معايا هنا التجربه، عندنا عمود، عندنا عمود قاطع التيار ومصباحين، مصباح الان ومصباح الاثنان، مفهوم؟ اذا هذه العناصر كيف هي؟ مركبه على التوالي، اي انها مكونه او مركبه في حلقه واحده. عندنا العمود ديالنا الذي يتكون من القطب الموجب والقطب السالب، وعندنا قاطع التيار مقفل، وعندنا مصباح الواحد بجانبه مصباح الاثنان، وجميع هذه العناصر في دارة كهربائية مغلقة مركبة على التوالي. دابا الدور ديالنا حنا هو قياس التوتر الكهربائي، لأن المطلوب منا في التجربة هو أننا نقيس التوتر الكهربائي. باش نقيس التوتر الكهربائي نستعمل جهاز الفولت متر. إلا بغينا نعرفو قيمة التوتر الكهربائي بين مربطي المصباح الآن، سوف نركب جهاز الفولت متر على التوازي بين مربطي المصباح الآن، يعني المصباح اللي على اليمين. أو مثلا بغينا نعرف قيمة التوتر الكهربائي بين مربطي المصباح الاثنان، غادي ناخد جهاز الفولت متر وغادي نركبوه بين مربطي المصباح الاثنان. هنا إلا بغينا ناخد حنا قيمة التوتر الكهربائي بين مربطي المصباح الواحد والاثنان، يعني بجوجهم مع بعضياتهم، غادي نجيو وغادي ناخذ المربط ديال المصباح الان والمربط ديال المصباح الاثنان وغنربطوهم بواحد الجهاز اللي هو جهاز الفولت متر. واضح؟ تفهمنا؟ سمينا جهاز الفولت متر في. اما بين مربطي المصباح الان سمينا في ان، وبين مربطي المصباح اثنان سمينا في اثنان. صافي، مفهوم؟ لان هذه هي التجربه. إذا كيف ما كتشوفوا معايا التجربة هنا كتكون من جوج المصابيح وعمود مركبان على التوالي. أول حاجة غادي نعبروا التوتر بين مربطي المصباح الأول، وغنلقاو القيمة U كتساوي 2.04 فولت. من بعد غادي نعبروا التوتر بين مربطي المصباح الثاني، وغادي نشوفوا قيمة التوتر الكهربائي على جهاز الفولت متر، وغنلقاو بأن القيمة هي 1.82 فولت، يعني UL2 كتساوي 1.82 فولت. والآن غنعبرو التوتر بين مربطي العمود، يعني قيمة التوتر بين مربطي العمود U غلقوها هي 3.87 فولت. إذا كتلاحظوا بأن مجموع التوترات بين مربطي المصباحان معا هو التوتر بين مربطي العمود. إلا رجعنا هنا 1.7 فولت، قارنا عفوا 2.3 فولت مع 1.7 فولت. الى قارنا المجموع ديالهم راه يعطينا هو 4 فولت. اذا الى لاحظتوا معايا هنا بالازرق U تساوي E1 زائد E2، اي ان
التوتر بين مربطي المصباحين معا يساوي التوتر بين مربطي المصباح الواحد زائد التوتر بين مربطي المصباح الاثنان. اذا كخلاصة، هادشي كامل في دارة كهربائية مركبة على التوالي يساوي التوتر بين مربطي المصباحين المركبين على التوالي مجموع التوترات بين مربطي كل مصباح. يعني التوتر بين مربطي جوج ديال المصابيح مركبين على التوالي راه التوتر ديال كل مصباح اللي جمعناه مع بعضياتهم غيعطينا توتر بين مربطي المصباحين معا. واخا يكون عندنا حتى ثلاثه المصابيح حتى اربعه حتى خمسه حتى سته شحال المكان، دائما المجموع ديالهم غيعطينا توتر بين مربطي كل مصباح. دابا غندوزو الى التركيب على التوازي. اذا هنا تكون عندنا داره كهربائيه مركبه على التوازي. الا لاحظتوا معايا مزيان في التجربه، عندنا داره كهربائيه كتكون من عمود قاطع تيار مقفل مصباح الواحد ومصباح الاثنان، ولكن هذه المره المصابيح الواحد والاثنان ما مركبينش حدا بعضياتهم، ما كاينينش في حلقه واحده، لا كدايرين لينا جوج ديال الحلقات، بمعنى ان هذا التركيب تركيب مركب على التوازي. هنايا نفس الشيء، غنبغيو نضيفو ضروري جهاز الفولتمتر لقياس ماذا؟ لقياس التوتر الكهربائي. اذا بين مربطي المصباح الواحد غنضيفو جهاز في ان يعني فولتمتر واحد، بين مربطي المصباح الاثنان غنضيفو جهاز الفولتمتر في اثنان، مفهوم؟ ولا مشينا الجهاز في هو اللي غنديرو في الدارة الكهربائية، يعني من المربط حتى المربط، يعني مربطي العمود، العمود القطب الموجب والقطب السالب. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا الهدف من هذه التجربة. قبيله كنا كنديرو تركيب على التوالي، دابا تركيب على التوازي، وغنشوفوا فين كاين الفرق. الا درنا التجربة في الرياليتي يعني في الحقيقة، غنقارنوا مرة أخرى القيم اللي غادي تخرج لنا سواء في جهاز الفولتمتر في واحد أو لا في اثنان أو لجهاز الفولتمتر في. هنا هي التجربة الثانية، كيف ما كتلاحظوا عندنا جوج ديال المصابيح اللي مركبة على التوازي هنايا في هاد الدارة مع عمود وجهاز الفولتمتر. أول حاجة غادي نعبروا قيمة التوتر الكهربائي بين مربطي المصباح الأول. كيف ما كتلاحظوا على جهاز الفولتمتر لقينا قيمة التوتر الكهربائي هي 3.67 فولت. من بعد غادي نعبروا قيمة التوتر الكهربائي بين مربطي المصباح الثاني، وغنلاحظوا على الشاشة قيمة التوتر الكهربائي دائما هي 3.67 فولت. دابا غادي ناخذوا الاسلاك وغادي نعبروا التوتر بين مربطي العمود، غنلقاو قيمة التوتر الكهربائي بين مربطي العمود هي 3.63 فولت، أي تقريبا هي نفسها، هي 3.67 فولت، ما بيناتهمش بزاف. إذا كنلاحظ بأن التوتر بين مربطي العمود والمصابيح متساوية، يعني التوتر بين مربطي الواحد الاثنان والعمود هي نفسها نفس التوترات. إذا ملاحظة، نلاحظ أن جميع القيم التي تشير إليها الفولتمترات سواء E1 أو لا E2 أو لا E متساوية، يعني كلهم غيعطونا نفس القيم، يعني التوتر بين مربطي المصباح الواحد هو نفسه بين مربطي المصباح الاثنان هو نفسه بين مربطي العمود، يعني القيم دائما متساوية. إذا التوتر بين مربطي مصباحين مركبين على التوازي متساوية مع توتر المولد جيم، هنا كنقرا في جيم استنتاج، يعني داك التوتر اللي بين مربطي المولد هو نفسه بين مربطي المصباح الان هو نفسه بين مربطي المصباح الاثنان. وخا يكون عندي ثاني كما قلت لكم ثلاث مصابيح أربعة مصابيح خمسة مصابيح، دائما التوتر في تركيب على التوازي تيبقى هو نفسه وما تيتغيرش. صافي، خلاصة، تكون التوترات بين مربطي المستقبلات المركبة على التوازي في دارة كهربائية مغلقة متساوية. إلى عندك دارة كهربائية مغلقة راه التوترات بين مربطيها سوف تكون متساوية،
يعني غتكون دائما هي نفسها. الا عندي U تساوي 5 فولت، U1 تاهي غتساوي 5 فولت، U2 تاهي 5 فولت، وهكذا وهكذا. اذا هذا هو الفرق ما بين التركيب على التوازي والتركيب على التوالي. صافي، التركيب على التوالي كيكون المجموع ديال التوترات بين مربطي المصباحين كيساوي التوتر بين مربطي العمود. هنا لا، التوترات كتكون متساوية، يعني هي نفس التوالي. غير الطريقة باش كنضيفوه هو أننا دائما نربط القطب الموجب للعمود مع القطب السالب للعمود الآخر، والقطب الموجب تاني ديال العمود مع القطب السالب للعمود. دائما الموجب مع السالب، الموجب مع السالب. استنتاج، نتمكن من الحصول على توتر مرتفع بربط الأعمدة على التوالي. إذا إلا بغينا واحد التوتر اللي يكون شي شوية مرتفع، كنديرو أعمدة مركبة على التوالي، كنديرو واحد حدا واحد حدا واحد. خلاصة، يساوي التوتر بين مجموعة من المولدات مركبة على التوالي، حيث يكون القطب الموجب للمولد متصل بالقطب السالب للمولد الذي يليه. مجموع التوترات بين مربطي كل مولد، ويمكن هذا التركيب من حصول على توتر مرتفع. اذا بصفة عامة، الأهمية ديال هذا التركيب التجريبي هو أنه كيعطينا توتر مرتفع، مفهوم؟ واللي خاصنا نكونوا عارفين هو أننا دائما ملي كنديروا عمود بقرب من عمود آخر، أو مركب بالتوالي مع عمود آخر، كندير القطب الموجب مع القطب السالب. صافي، تفهمنا؟ اذا نتمنى ان حيت الدرس بسيط، الدرس صغير، الدرس هنا يسالة، ندوزو الى تمرين تطبيقي. هذا التمرين التطبيقي بتطبيق قانون اضافيه التوترات، ونقول الجدول التالي. غنحاول نشرح لكم شنو هو الهدف من التمرين، وغنخلي لكم الوقت باش تخرجوه، ومن بعد ان شاء الله غنصيفط لكم هذا الفيديو اللي فيه الاجوبه او التصحيح ديال هذا التمرين التطبيقي. اذا التمرين التطبيقي عندنا تجربة واحد، تجربة جوج، U1 كتساوي 3.12 فولت بالنسبة للتجربة واحد، وكتساوي 612 ميلي فولت بالنسبة للتجربة اثنين. هنايا عطينا التركيب التجريبي، أو عطينا لو شيما، يعني عطينا الرسم، حيت هذا الرسم غنعتمدو عليه، اللي كيتكون من مصباح ال1 مصباح ال2 وجهاز فولت متر V1 بين مربطي المصباح ال1، جهاز الفولت متر V2 بين مربطي المصباح ال2، وعاد جهاز الفولت متر بين مربطي المصباحان معا. اذا الفولت متر V كيعطينا التوتر U3، هو U3، والفولت متر V2 كيعطينا التوتر E2، والفولت متر V1 يعطي التوتر E1. اذا القيمة ديال 3.12 فولت هي قيمة ماذا؟ هي قيمة التوتر بين مربطي المصباح الواحد. اي اثنان عطاونا 1.5 فولت، يعني ان التوتر بين مربطي المصباح الاثنان هو شحال؟ هو 1.5 فولت. الدور ديالك انت هو انك تقلب على اي ثلاثة. هذا نرجعوا للدرس، هذا تركيب مركب على التوالي، اذا غادي نعتمدوا على مجموع اضافية التوترات. مفهوم؟ نتمنى ان يكون تمرين واضح بالنسبة لكم. هنايا عطاونا هاد المرة اي واحد، وعطاونا اي ثلاثة. اي واحد هي 612 ميلي فولت، واي ثلاثة هي 900 ميلي فولت. انت خاصك تقلب على اي اثنان. اذا حظ موفق. نتمنى ان شاء الله انكم ما تعطلوش باش نشفطوا الاجوبة، ونكملوا ندوزوا لسلسلة ديال التمارين، فيها تمارين قانون العقد، وتمارين ديال الدرس قانون اضافية التوترات. يلا، نتمنى تكونوا على خير، نخليكم على خير، ونتمنى انكم تكونوا فهمتوا الدرس.